فيما يخص المباراة، كابتن طارق دياب يتحدث في قناة بين سبورت. ولما يتحدث طارق دياب وهو واحد من أشهر مشاهير الكرة التونسية، وزير شباب ورياضة سابق في تونس، لازم نسمع رأيه باهتمام. الحكم كان سيء، أفسد المباراة، ما شاهدناش مباراة 90 دقيقة، يعني ما شاهدناش ثلاثة تمريرات أربعة تمريرات. في بعض الفترات الأهلي سيطر، سجل الهدف الثاني، رجع الترجي في المباراة. لكن أعتقد أن اليوم صراحة مش ممكن نحكيه على مباراة، لأن اليوم الحكم ذبح الترجي، ذبحها من الوليد بصراحة، قتل الترجي. والحمد لله لاعبين الترجي ما ليس هناك ردة فعل من لاعبين الترجي، لأن مش معقول دور نهائي بالفار، يعني هذا غلب بالفار، أقوى من الفار. أول مرة نشاهد حكم أقوى من الفار، والله غريبة، أقوى من الفار في الهدف، في ضربة الجزاء الأولى، معناتها دقيقة ونص خذا هو الفار، يعني مش معترف بالفار الحكم هذا. بصراحة ماذا شنو الكورة، شنو باش نحكي على الكورة؟ فنيا مستوى أقل من المتوسط، صحيح. المباراة هناك تفوق طفيف للأهلي، هناك تفوق طفيف للأهلي، ناس استحواذ على الكورة واللعب، لكن بصراحة ما شاهدناش مباراة دور نهائي، لأنه الحكم هو اللي أفسد. كانت مباراة تكون أفضل من الناحية الفنية، يعني زفر قطع اللعب، قتل المباراة السفارة نتاعو، والله حتى معناتها بوليس بتاع سيركيلاسيون، شكون نقول بوليس المرور، بوليس المرور معناتها ما زفرش كيف، والله ما زفر، يعني اكثر بوليس مرور اليوم. شنو كابتن حسين؟ صح ولا والله يفسد المباراه بصراحه. صراحه يعني فنيا لا يمكن، نعم. مبروك للاهلي فاز، مبروك للاهلي فريق كبير، مبروك للاهلي يستحق مساعده الحكم لانه فريق كبير، لكن بصراحه الدور النهائي مش معقول الحكم هذا اليوم، واضح ما ثماش نيه. صحيح النيه نتاعو واضحه. عدة ملاحظات عزيزي إبراهيم على قاله طارق دياب. طارق متأثر أيضا بالنتيجة وبالأحداث، بس قال كلمة مهمة جدا، قال يا أخي الفار، أنت مش أقوى من الفار. يعني يا كابتن طارق، أنت تؤسس أنه كان ينبغي أن يحترم الفار. طيب ما هو ضربة الجزاء الثانية اللي كلكم بتتكلموا عليها الحكم ما حسبهاش، المفاجأة بقى انه الفار هو اللي، ان الفار اللي نداه له وقالوا فيه ضربه جزاء، وده التصريح اللي قاله الحكم. والحكم كان بيجري ناحيه الشمال، يعني لو بس الحكم ما حسبش في الاول، وبعدين مره واحده وقف وبعدين جري. عشان كده بقول لك مساله الفانيلا دي لم يكن لها اي علاقه بقرار الحكم، هو راح الفار ورجع حسب ضربه الجزاء. اذا بنفس معيارك يا كابتن طارق، ضربه الجزاء مستحقه، وهنثبت لكم برضو ان ضربه جزاء الاولانيه، هنوريكم صور لاحتكاك الحارس المرمى. اصل الفار يا استاذ ابراهيم زيه زي الحكم الخامس اللي بيقف على الخط ده، بيقول لك على اللي ما شفتوش، هو مش جاي يقول لك على اللي شفته. اللي انت شفته ولك فيه تقدير هيبقى قرار الحكم طبعا، الحكم تقديره في اللي شافه مش هيغيره، لكن لو في حاجه ما شافهاش تغير القرار يغير قراره. فهو في القرار الاولاني هو شاف الاحتكاك لانه اقرب واحد للاحتكاك، والكاميرا جابت من زاويه وحب يتاكد، فراح ما جابش من ظهر الحارس المرمى خالص ولا كاميرا بالظبط، واخد بالك؟ فراح للفار وشاور وتاكد والصوره بتوضح ان ركبه الحارس ودراعه كان في اتجاه أزار، يعني في احتكاك بالركبه في الساق الثابته بتاعت ازاره، عشان كده وقعت ازاره كانت غريبه، لان رجل في الهواء والثانيه الثابته بالظبط، فوقع بيها. فدي ضربه جزاء مؤكده، ضربه جزاء الثانيه الفار اللي اداها له. يا اللي بتقوله هو ما احترمش الفار ليه؟ نفس طارق دياب نشوف وجهه نظره في ماتش. هي بس احنا بنفكر كابتن طارق دياب بحاجه، لانه قال لك الحكم ذبح الترجي. هو انا معاك نقطة. الحكم، ودي اللي بقى اللي انا كويس انك فكرتني. صفارة الحكم كتيرة. كانت كتيرة ليه؟ بيحسب كل صغيرة وكبيرة، وهذا يعكس شخصية الحكم. ده حكم أي احتكاك في ال 18 هيديك ضربة جزاء. خلاص؟ وأدى ثلاث ضربات جزاء في هذه المباراة، وصفر كام صفارة ولكنه لم يلجأ للكارت الأحمر المباشر في حاجات كانت تستحق. يعني اللي بيقولوا هيروحوا يعترضوا على انذار ايه؟ واحد لاعب بالكوع ضربه بالكوع، ده طرد مباشر مش محتاج انذار. ايوه.
فهو كان بيحسب كل دي شخصيته. عارف هو لو هو بيفوت وبعدين جه حسب ضربات الجزاء ممكن نتكلم عليه، لكن هو متسق مع شخصيته. صفارته كتير ممكن تفسد المباراة، صفارك كتير توقف المباراة كتير، مش عايزين كده، عايزين الحاجات اللي تعدي كان ممكن تعدي، ولكن ده شخصيته خلاص. هو ده الحكم ده. كان جالنا حكم من انجلترا مرة، حكم الأهلي والزمالك، كان أسمر مش فاكر اسمه ايه، جورج ولا روجرز ولا حاجة مش فاكر اسمه، تيلور، وقال لك ان الحكم ده صارم جدا وعنيف جدا وبيطرد والكروت الحمراء عنده سهلة، وهو شخصيته كده. فهو انا معاه ان الصفارة كتير بتفسد المباراة، بس طالما انك قلت كان ينبغي ان يحترم الفار، هو احترم الفار.